المشاركين فيها هم عبارة عن واحد أربعة تاع المجموعات، كل مجموعة عندها ممثل تاعها وعندها اسم اللي كيتعلق بموضوع السلامة الطرقية. من خلال هذه المسابقة كنحاولوا نطرحوا مجموعة من الأسئلة للفريق خصو يجاوب عليها. بطبيعة الحال عندنا نقاط باش نشوفوا في الأخير الفريق الفائز، وكنحاولوا من خلال هذه المسابقة هذه أننا نوعيو خطر الطريق، كنوعيهم كيفاش انهم احترموا قوانين السير حفاظا على الارواح ديالهم، وكذلك كيكون فيها حتى نشاط وترفيه من خلال اناشيد، من خلال نكت، من خلال كذلك الغاز الى اخره، الى ان تكون السلامه الطرقيه. انواع الاشارات المرور اللي هو اشاره خطر واشاره منع وإشارة إجبار وإشارة إرشاد والإخبار. طبعا حال المشاركة ديال التلاميذ وعرفناهم يعني الراجلين الطريق اللي كيمشيو فيها اللي هي الرصيف، عرفناهم الطريق ديال العربات اللي هي قارعة الطريق، وجميع الإشارات اللي كاين اللي صدقوها وتلقاوها في الطريق. ممكن تدخلوا شي بلاصة خطر مزيان أي كيكون على شكل احمر نوع الزوج اشارات المنع المنع كيكون على شكل دائره حمراء. دابا جوج ديال الاشارات اشارات نوع ثالث اشبار كيكون على شكل دائره لون ديالها ازرق. هي هذه شنو هي؟ يكون على شكل دائرة، إشارة إجبار تكون على شكل دائرة زرقاء. إشارات نوع الرابع من الإشارات إرشاد والإخبار كيكونوا على شكل مربع أو مسترطل وربع أو مسترطل. كيفاش لقيت واحد الضحية مثلا بعد يعني أول حاجة كنشوف هذه الضحية واش فقد الوعي ولا لا كنشوف التنفس عندها ولا لا. المهم اول حاجه كنجي عند الضحيه كنشدو اليد ديالو كنطرح عليه بعض الاسئله سهله دي كيستيون سامبل، بحال مثلا الا كتسمعني زير على يدي او لا، الا كتسمعني رمش. دونك عندي هاد الضحيه ما كيرياجيش يعني ما كيجاوبش، اذا الضحيه راه انكونسيون فاقده الوعي. من بعد غادي نشوف الضحيه واش كتنفس ولا لا، يعني غادي نشوف اول حاجه ندير ليبيراسيون طواسي، غادي نفتح له الكول ولا الكرافات ولا لا سانتير كنفتحها له. دونك شنو غادي نشوف؟ غادي نشوف غادي نديرو باسكيل لاطيت اون اغيير واحد شويه، كنشوف لا بلاي اغيير واش هي هذوك ولا لا، لان ما عنده حتى اوبستاكل في لابوش ديالو كانت اباراي ولا شي حاجه. من بعد كنستعمل واحد لاميثود جوي هي اللي كنشوف بها واش كيتنفس ولا لا. هاد لاميثود جوي اللي غادي نديرها هي لابغيفياسيون ديال بحال لو جو السامبولجي لو جو، هي كنشوف بها ديك الحراره ديال التنفس ديال الضحيه ديالي، وكنشوف بليزيو كنشوف لابدومين ولوتوراكس وبلوغاي ديالي اللي كنسمع لي سيفلاسيون ولا شخير ولا شنو. دونك ملي درت لاميثود جوي بحال هكا شفت الابدومين كيتحركوا وسمعت انسيفلاسيون، يعني دونك الضحيه ديالي راه فاقده الوعي وكيتنفس، اذا غادي ندير لها الوضعيه الجانبيه للسلامه لا بوزيسيون لاتيرال دو سيكيريتي لا بوزيسيون. انه ماشي غير الشرطه او الدرك الملكي اللي خصهم يتحملوا المسؤوليه، مجموع المكونات اللي كانت داخل من الاسره من المجتمع المدني، وكنشكر بحراره جمعيه ديال العصر ديال السلام على المجهودات الجباره اللي كتقوم بها، لان راه بين جمعيات نشيطه ماشي ديك الجمعيه اللي كتدفع البشريه المكتب غير باش تستافد من دوك الاعانات. حنا راه كنلاحظوا جمعيه عصر ديال السلام دارت وكنتبعوا حنايا الوضع بحكم انا الوظيفه ديالي كنتبع الجمعيات والانشطه اللي كدير. كنحييكم بحراره السيد وليد الرحماني ومشي غير هو جنود الخفاء اللي معاك. كنصبوا هنايا جمعيه عصافير السلام يحسب لكم، انا شخصيا انا كنتبع تبارك الله عليكم، راه وفاتنا فرد تري زعما لهاد التلاميذ
وراه غادي تستمر على باقي التسابقات ديال الكلاب. ورشة المسابقات كل هذه الورشات استفاد منها حوالي 70 تلميذ وتلميذة. سرعة ودائما دير حزام السلامة لهذا كنعطيك تقراهم. ما عندوش بروسي؟ لا. السلام عليكم شوفوا ولدي. السلام. واحد الخطوه خصك ديرها ديال نوقف السياره اقصى اليمين باش ما نعرقلوش السير، ما نعرفوش حركه السير، كنوقفوا السياره اقصى اليمين، علاش؟ باش ما نعرقلوش الناس الاخرين. صافي؟ تفضل طريق السلام. ديال البروسه عطيه المطويه. هذا واجب لانه من خلفنا من الاخر. لا خصنا ما نخلصوش الواجب. شمور الحال. الحالات كيكون الانسان عنده مثلا شي وفاه ولا شي حاله اللي ربما مقبول العذر. العذر غير مقبول لان القانون كما يقال لا يحمي المغفلين. القانون لا يحمي في هذه الحاله. اذا الدرجه الواقيه اولا الخوذه الواقيه واجبه، المخالفه ديالها مخالفه من الدرجه الثالثه، المبلغ ديالها 300 درهم، عدم استعمال الخوذه اثناء السياق. شكرا. لا خير انذار في هذه الحاله، ولكن مره اخرى ما نعفيوش من المخالفه. شكرا. مزيان ان شاء الله. شكرا.